صلاح تيزاني اسم فني كبير، هو ماضينا المشرق من أيام الأبيض والأسود لهالأيام اللي كانت بيضة على ناس وسودة على ناس. حبيناه مع فهمان ودرباس وأمين وأسعد وغيرهم كتار، منهم راحوا ومنهم بقيوا. الحقيقة هالبرنامج مثل ما بيقولوا أليت الشباب يعود يوما، لأنه صار لي بيطلع شيء 40 سنة لا نطيت ولا اغتصت بالمي. للي مشتركين ببلاس تصوروا قداش بيحبوا بعضهم وقداش منسجمين، تصوروا انه انا لما بقعد بحتار مين بده يجيب لي كرسي، لما بوقف بحتار مين بيجي بده يقول لي اذا بدك مساعده. يعني الحقيقه جروب ما بفتكر بقى بيصير احلى من هيك ولا احسن. ابو سليم اجيال كتير حبته واجيال كبرت على فنه، واجيال خبرت اجيال عن شخصيات عفويه محبه طريفه نقلها صلاح تيزاني من الواقع على الشاشه وبعدها بالذاكره رغم كل شيء. اذا اعطيتني سياره واركب فيها هلا بدي اطلع دغري على الارض، هالارض الخالد اللي مزين علمنا علم لبنان. صلاح تيزاني المؤسس والكبير اللي وقف الى جانب كل زملائه بالايام الصعبه ودافع عنهم، لكن يا ابو سليم في ناس ما بينسوا ولا ممكن ينسوا. هذيك المرة نطيت للجمهور، هلا هالمرة بدي نط لعائلتي ومجموعة واخواتي البنات الستة. وجوده معنا بسبلاش دليل على ايماننا انه الكبير على الشاشة بيبقى رمز وشيخ الشباب والعنفوان والارادة اللي ما بيهزم العمر مهما قسي. انا لبناني ما فرق معي شو بدي يكون، لانه وطني لبنان وارضي لبنان وبدي اعيش بلبنان وبوت بلبنان. ديروا بالكم على هالارض وعلى الوطن، لانه ما حتلاقوا مثله ولا حنشوف مثله ولا حنلاقي اعز منه.